ومن مقر جامعة الدول العربية انضم إلينا مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، أرحب بك، وضعنا في أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية اليوم. نعم، نحييكم من مقر جامعة الدول العربية، حيث انطلق اليوم اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 62 بعد 100 على المستوى الوزاري. هذا الاجتماع الذي تصدرت فيه القضية الفلسطينية محور المباحثات، وطالب الحضور وأفاد وزراء الخارجية العرب خلال هذه الجلسة بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه المعاناة. نحن نتحدث عن هذا الاجتماع الذي تترأسه اليمن خلفا لموريتانيا. تم أيضا تباحث عدد من الموضوعات من بينها الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى التعاون العربي على المستوى السياسي ومختلف الجوانب، بالإضافة إلى مجمل التطورات في عدد من الدول العربية في اليمن وفي لبنان وليبيا والصومال والسودان. أشير إلى أن هذا الاجتماع 62 بعد 100 شهد حضور مشاركة تركية بحضور وزير خارجية تركيا. هذه المشاركة التي تأتي بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة تركيا. وأيضا قبيل انعقاد هذا الاجتماع عقدت هيئة متابعة لجنة القرارات والتوصيات التابعة لقمة البحرين اجتماعا صباح اليوم، بحثت وناقشت في تقريرا نصف سنوي عن متابعة ما تم من القرارات والتوصيات التي جاءت في قمة البحرين الأخيرة. نحن الآن يوسف في يتم عقد جلسة مغلقة من قبل السادة وزراء الخارجية العرب، بعدها سوف يكون مؤتمر صحفي سوف يتم فيه الإعلان عن مجمل القرارات والتوصيات عن هذه الدورة 62 بعد 100، ونتابعها معكم بعد لحظات قليلة. نعم، زميلي أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك.